وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق. الكل تحت اجري انا الباشا. انا شاركي يعني بدي اياكي. العواد يا باشا، العواد يا باشا. جرح الغدر ما بيطيب وبيقسي الاحساس، والأقسى جرح الحبيب وغدر أقرب ناس. جرح الغدر ما بيطيب وبيقسي الأحساس، والأقسى جرح الحبيب وغدر أقرب ناس. يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، يمكن رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن قلب حبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، أو يمكن يشتاق. مين هيدا؟ شو بك حبيبي معصب؟ عم قل لك مين هيدا؟ هيدا نعيم. شو عم يعمل ببيتي؟ كيفك يا باشا؟ شو عم تعمل ببيتي يا واطي؟ وحيد حبيبي شو صار لك؟ عم تستقبل رجال بغيابي؟ لا اعوذ بالله يا باشا، جيت بس اخبر الست انه شو؟ انه شو لا؟ وحيد شو بك؟ شو عم بتخبص وحيد؟ شو فيك؟ رح جيبك يا كلب! بيدي رح اقتلك! وحيد شو عم يصير معك؟ وانتي؟ شو في بينك وبين بيي؟ ها؟ رحتي لعنده على البيت وقضيتي أكثر من ليلة، ومين كمان رحتي؟ جاوبي! أنت واحد واطي حقير؟ أنا واطي وحقير؟ صابر ولك صبحي تعال هون. امرك يا باشا؟ ما شفته وين راح؟ قبل شوي كان هون وفال. راح من هون ولا من هون؟ والله ما بعرف يا باشا. جيب شاي. بامرك. راسي يا باشا.
أهلا حبيب. لا أهلا ولا سهلا. شو في؟ ليش هيك عم تطلع فيه وليه؟ ما فهمت. ما فهمت إيه؟ والله بدي ربيك يا كلب. إذا بعد بشوفك بالجرد بدي كسرك فهمت؟ وإذا بعد بشوفك عم تحكي معها ولا والله بدي أذبحك فهمت ولا شو؟ وحيد أنا سألتك قبل رح تتحمل حكي العالم ولا لا؟ أنا ما بهمني حكي العالم شوكت، أنا بهمني أعرف الحقيقة وبس. لك حقيقة شو؟ شو؟ قرب عليك بي ولا لا؟ يا عمي قلت لك لا. كذب. مش مصدقني؟ هيد القرآن اللي أحلف لك عليه؟ هيدو؟ لك أنا ما حدا نقرب علي غيرك يا مجنون. وحيد أنا ما جبرتك تتجوزني، ما حدا جبرك تتجوز رقاصة، بس خلص انت رح تبقى هيك، ما في فايدة من هالقصة كلها. ألف مبروك يا باشا. أهلا مرت خيي، شو جايبك لهون؟ عم ترقبيني؟ يه أنه أكيد لا، بالصدفة مرقة. بس تعرف حبيت البيت أحسن من بيتنا بكتير، ما هيك؟ ومن وين جبت مصاري حتى اشتريت هيدا البيت؟ وأنت شو دخلك مرت خيي؟ أنا لا ما دخلني، بس أنه عم بتطمن مش أكتر. أي تطمني، أنا معي مصاري. منيح، كتير منيح. وأنا أي متى بدي أخذ مصرياتنا؟ بعرف النسوان بتنق، بس هالقد؟ أنت كتير عم بتنقي مش ملاحظة؟ ولا؟ هلأ صرت نق؟ ولما ساعدتك ببيت بيك كنت عم نق ولا لا؟ روقي ندى روقي، كل كم يوم بصير معي مصاري وبعطيك حصة صالح، منيح هيك؟ كم يوم قديش يعني؟ ما بعرف، بس روقي. طيب طيب يا أمين، رح أعطيك جمعة، بنطر عليك جمعة مش أكتر. أنا ما بقى فيي أتحمل عيش ببيت عمي، بدي أرجع عبيت جوزي. ومبروك مرة تانية على العرس. والله يا ندى وطلعت حي حي من تحت التبن. صابر صابر صابر، شو بك؟ شو بك؟ مين عمل فيك هيك؟ لك حكي، مين عمل فيك هيك؟ باخدك على البيت؟ لا لا، رح نطول بالساحة. طيب يلا تعال. طيب احكي لي شو صار؟ شو صار معك؟ مين ضربك؟
أنا مش راح أتركك بحياتي شوكت. أنا بحبك. تنقطع إيدي قبل ما مد عليك مرة تانية. أنت مش راح تتحمل حكي الناس. قلت لك خلص. لا لا. أنا ما بدي أشوف حدا أساساً. راح أخذ مصرياتي ونفل أنا وياك من الضايعة. شو؟ أنا بحبك. روح معك لآخر الدنيا. عمالك صابر عمالك. طب ليك ما بدك تخبرني مين اللي عامل فيك هيك؟ صدقني ما راح احكي قدام حدا. خلص خلص، هلا الباشا بيكون معصب وناطرني، خليني روح. طيب روح خلص، احسن ما يشوفني انا الباشا. روح وانتبه على الطريق يلا. تعا صبحي. امرك باشا. هذا الواطي بدي اعلق مشنقته اليوم، روح دور لي عليه. حرام يا باشا. لك حرم جلده عن عظمه روح. يا حو يا باشا يا حو، اجا. تعال هون تعا، شو ها؟ مين عامل فيك هيك؟ ولا شيء يا باشا. مينو هاد؟ تخنقت انا واحد. شو اسمه؟ ما بعرفه يا باشا. انا بورجيك. ساعة عم بستناك يا واطي، امشي. امشي. شو؟ اطلع. يعطيك العافية نزهة. وين كنت؟ يي؟ شو خصتك وين كنت؟ هيك لكن. ايه هيك. والله ايش عرفتي تساعديني بالمطبخ لانه انا مني خادمة عندك؟ ايه روقي روقي. انت لحد هلأ منك خادمة بس بعدين ما حدا بيعرف شو بيصير. يلا بالإذن. طيب يا ندى انا بفرجيكي. طيبين هالبيضات؟ ألف صحة على قلبك معلم. بنوع الدب حبيب. شو بعرفني؟ كنت أنا وياه، تركني وفل. هذا حسابه بس إجي. ولا قال لك؟ بوطي بكل حصته. وين كنتوا لا؟ هون هون معلم، كان عندي شغلة. بك شيء؟ عمرينك ما تحكي. قرب كول. ما عبالي معلم، ألف صحتين. ولك قرب كل، يمكن هاي آخر مرة بناكل فيها بهالحياة، كل. مش حلوة نروح على القبر ومعدتنا فاضية، مش حلوة. صحة معلم. كلوا ليه؟ وين كنت وليه؟ ولا شي هون، كنت عم جيب شوية غراض. والله شو فكرتيني حبلة أو حمارة؟ ليك ولي هول الحركات ما بيمرقوا علي. أنا انتصار، تذكري لك حركات. شو يا انتصار؟ ليك يا أميرة انت فهمين علي كتير منيحة. يلا يلا على المطبخ، فوت اطبخي تقلك. يلا قدامي. ولي بعد ناقصني أميرة. ولي على حظك يا انتصار. عندك 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 كل يوم كل قتلي، كل يوم كل يوم. شو فيه؟ بموت على القتل. تعا حبيبي تعا 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 نفسك تعا. شوف لي ضربك. ليش ضربك؟ ليش ضربك؟ مش هو امي، مش هو، مش هو. وكم علاقة كذب. ولك رؤي عصبي نزه. رؤي رؤي ما بعتلي رؤي يا عبد الله، فهمت؟ ما بعتلي رؤي. ولك لوين رايحة؟ ولك يا مجنونة، ولك وين رايحة؟ اتركني. شو عم تعملي هون؟ ولا شيء ولا شيء. بس ولا شيء؟ قلت هيك بلكي بدي نظف بدل الاوضه. تنظف شو؟ تركني. احكي. تعال هون. تركني. شو بكي؟ تركها. شو بكي فايته مثل التور الهايش؟ كم مره قلت لك يا باشا ما بقى تضربوا لصابر؟ لك انت شو؟ انت شو؟ خلص
أنا بأمرك يا خانو، من هلا ورايح ما راح مد إيدي عليه أبدا، بس راح أربطه بالحنطور وجره مثل الكلب المسعور. منيح هيك؟ لك أنت أصلا منك بني آدم، ما بتحس؟ عبد الله ضب مرتك، ما حلوة مد إيدي على مرة. بدك تضربني كمان يا باشا؟ تفضل تفضل ضرب. عبد الله خدوا اطلعوا اطلعوا كلكم، طيب ليه؟ يلا 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 ودي طيب لاما. لك مجنوني انت مجنوني. ايه ايه مجنوني يا عبد الله، اذا انت مش خايف على صابر ومش قلت لي هم اذا اكلت لك اليوم ولا لا. انا خايفه، اللي بعد بدي امد ايده عليه بدي اقتله، فهمت؟ لك عم لك مش هو اللي ضربه. لكن مين هو اللي ضربك مش هيك؟ قول صابر. لا مش الباشا اللي ضربني. شفتي؟ لكن مين؟ لك قول مين ضربك صابر، خلصنا. لك مين بده يطلع له مع الباشا؟ ما فهمت مين. عشنا وشفناك يا نعيم. لا حول ولا قوة. لك انت اخذتي شي يا ندى؟ ان شاء الله بتنقطع ايدي اذا انا مديت ايدي على شي. عمي انا مني حرامية، انا ما سرقت شي. لك يا عبد الله هودي الاوراق شو فيهم؟ لك شو بعرفني انا؟ دلي انا كل قتل البنت المجنون. لا 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 تعي لهون. ايدك لك سيرك فرق. ايدك وين هون؟ وين الاوراق؟ لك اي اوراق؟ اي اوراق؟ بس هناك وراي الملكية ولا؟ لك ما انت حبيتهم بالزينة، شو عرفتني انا؟ وينهم؟ لك بتتهمني لهي ما بتتهمني. انا والله يا باشا ما اخذتي. انا بورجيكم. قولي وينهم ليه؟ قولي وينهم؟
ما بتعرفي وين هون؟ عاصم ما بعرف ما بعرف شيء. ريحي حالك واترفي رح عوزك. ها احكي احكي. اسمعيني، اذا رجعتي الاوراق ما رح قتلك، ما رح قتلك بنوب، بس اقسم بذات الله العظيم اذا ما طلعتي الاوراق لاذبحك، لاقطعك شقف وزدك بالجرد، تاكلك وحوش البريه. عم تفهمي عبد الله؟ قول حكي لكم كمان، ها الاوراق بدي اياها. لك شو خصني انا؟ رح فتش عليهم. عبد الله الاوراق بدي اياها اسحاق. وانتي؟ انا لا والله يا باشا ما شفت شي، ما شفت شي. عبد الله من هون عشية اذا ما بينوا الاوراق بدي ارتكب جريمه مذبحه. بدكم تشوفوا باشا تاني؟ ها مو هاد، بدي وراي وراي. خلص حبيبتي، ولو ما اعتذرت منك. وحيد أنا خايفة. من شو؟ هيدي القصة مش رح تخلص. لا ما تخافي، اتفقنا أنا وياك رح نترك الضايعة. أخذت أنا شوية مصاري من خيي صالح، شوية مصاري من عمي عبد الله، لأني ما بكفوا، بس رح روح لعند بيي أخذ منه كمان. لا ما تروح. ليش؟ خايف يعمل لك شي بيك. لا لا حبيبتي ما تخافي، هالمرة رح يعطيني يون وهو ممنون. ما فهمت شو قصدك. ما تخافي حبيبتي، أنا بعرف حالي شو عم بعمل. يلا ناكل. يا بنت الحرام، يا بنت الحرام، كلكم حرامية. اليوم بدري بينو. اي 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 عطني. اي 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 ما بصدق كيف عطني. اي اقسم بالله انا ما اخذت له شيء ولا سرقت الأوراق. أنا بس شفت باب المكتب مفتوح، فتت طلعت شوي وبس. إن شاء الله قصة هيدي، إن شاء الله قصة هيدي. يا عمي بركي مضيعهم أو حاطتهم بشي محل وناسي وين؟ طول عمري خليهم بالخزنة والمفاتيح معهم. طب يعني مين بده يكون أخذهم؟ شو بعرفتي؟ ندى، لك لوين رايحة؟ ندى؟ هيدي البنت إلها علاقة بالموضوع وبكره بتشوف. لكن نزهة مش ناقصتي انت كمان. الله يخليك روق معلم، بعمل لك كباية شاي. هيدي رح تكون آخر كباية شاي اشربها بحياتي. هتقول هيك معلمة؟ خلص يا شباب خلص، اليوم بكرة موت بقرب. لهيك سامحوني، سامحوني على كل لبطة، على كل كفشة ما بدكن ياه، سامحوني على كل قتلة ضميتكن ياه. أنا واحد واطي وحقير، كلب معفن شربان. خلص بقى معلمي، والله بكفي، قطعت لي قلبي. ابكي ابكي علي، فرجي دموعك ولا انا بس موت ما حدا رح يبكي علي. بس انا لازم اعمل كل شيء بعد ما عملته.
مثل شو معلم؟ بعد في شغلة وحدة بعملها وخلص، ويجي الباشا يقوصني. أنا بعمل لك إياها معلم، بس قل لي. لا لا لا، هيدي ما حدا بيعرف يعملها غيري. أنتم انطروني هون وأنا راجع. هيدا كنت رح ألبسه بعرسك يا وحيد، أنت اللي كنت عم تضحك علي وكذبت وقلت ما في شي بينك وبين هيدي الرقاصة. طلع في شي وكبير كمان، ورحت تجوزتها. تجوزتها، تركتني أنا سامية بنت رئيس المخفر، وتجوزت رقاصة. طيب، وأنا رح أتجوز خيك المحامي. بكرة رح نشوف شو رح تعمل. أهلا بيي. أهلا فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك يا بيي. بك شي؟ لا لا، في شي مش مريحك؟ قلي بيي، قول. بصراحة يا سامية مش عجبتني هيك طلعتك بليلة عرسك هيك وكأنك ما بعرف أدوها. بيي هيك أحسن، وأنت بتعرف إنه أنا ما بحب العراس كتير. مش بدك تقولي الناس عنا بيي. انت مش هيدا اللي مضايقك، انت مضايق اني رح فل. انه ايه معك حق بهيدي، بس للصراحة كمان مش مرتاح لأمين ابدا. امين منيح بيي، وانت حدي مش هيك؟ اكيد اكيد يا بيي، هو بس يفكر انه بده يغزيكي حق رصاصة. ان شاء الله ما منوصل لهون. انا بحبك بيي، وكل يوم رح اجي زورك. بحبك. ايه بزهق. شو بقوم بعمل لك ست سالي؟ برقص لك وبغني لك؟ ولك لا، مش هيك قصدي، بس انه بس شو؟ ليكي ست سالي، كل العالم بحق لها تحكي الا انت. انت بتعرفي شو بقصد؟ ما هيك؟ اجتك تسلي، يلا قوم افتحي. طيب مين؟ خير؟ ايه؟ عم بقلك خير. ليش؟ شو ليش؟ مش انت اللي دقيت على الباب؟ ايه، مبلا انا اللي دقيت. ايه، شو بدك؟ ست انتصار هون؟ ايه ايه. شو
بدي احكيها بموضوع. قول هيك من الاول، هالقد بدها يعني. مين؟ أديب قال بده اياك بموضوع. شوفوا لي يا صبايا، منيح هيك؟ بتجنني. شوفوا دققوا دققوا شعري روعة. شوفي اللي من ورا. قالوا لي انك عايزني بموضوع. ايه؟ ايه شو؟ ايه؟ هيك شي. خبرني بشو عايزني؟ انا كنت بدي اقول لك انه شو؟ احكي ما تستحي. انه من اول ما شفتك، من أول ما شفتك عندك بالمحل ما بعرف شو صار لي. بس أنت بتعرفني من زمان مش هيك؟ إيه بعرفك من زمان، بس أول مرة بشوفك عن قريب وأنا ما عم بنام الليل. أف لهالدرجة؟ إيه وأكتر من هيك. وحياتك عندي حتى أكل مش عم بياكل منيح. أنا بحبك انتظار، بحبك بموت على سرميتك والله. بس شو؟ بس مش رح يمشي الحال. مش رح يمشي الحال؟ ليه بقى؟ أصلاً أنا جاي قلك إني بحبك وجاي ودعك. تودعني؟ ليش مسافر؟ لا يا ريت. شو لكن؟ بدي موت. ايه بدي موت. باشا بده يقتلني لهيك جاي وقتها. شو قلتي انت صار؟ بشو؟ باللي حكيته. تضرب شو انك حمار؟ يا حمار كل شي بتعرفني جاي تقلي بحبك وبزيت الوقت بدي موت. يخرب بيتك شو مسطول، شو انك هبيلة. لا حمار بدرب، حمار بدينين يا حمار. بعد ناقصني قال بحبني، قال بزيت الوقت بدي يموت. فو عليك. يخرب بيتك شو وقت وحيل. فو Thank you.
على مرت خيي. شو مبين ما طولت الغيبة؟ شو بك دخلك كأنك طالعة من خناقة؟ والله بيك كان رح يقتلني وحط الفرد براسي. ليش وصار؟ أنا أنت ما معك خبر يعني؟ ندى احكيه شو فيه؟ أنت سرقت وراء الملكية؟ شو؟ شو؟ عم بسألك، أنت سرقت الوراق من مكتب بيك؟ أي أنا سرقت الوراق من مكتب بيي. حلو، وليه ما قلت لي؟ ليه بدي قلي؟ يي؟ ما في اتفاق بيناتنا؟ بلا أكيد في اتفاق بيناتنا. أنت بدك حق جوزك وراح تاخديه وخلصنا. وضروري أخذ حقي من بعد قتلي؟ ضربي؟ قلت لك ضربني وكان رح يقتلني، فكرني أنا اللي سرقتهم. عم تضحك كمان؟ شو بدك ياني أبكي يعني؟ أنت بدك المهم وأنا بدي الزبدة. الأوراق معي، حقك رح تاخديه وخلصنا. كيف؟ شو بدك أنت بكيف؟ المهم هلا روحي لعنده على البيت، فهميه إنه مش أنت اللي أخذت الأوراق. وبلكي قتلني؟ ما رح يقتلي. باشا أسكى من هيك. لو بده يقتلك كان قتلك. أهم شيء هلا ما يعرف أو حتى يحس إنه أنا إلي علاقة بالموضوع. لأن ساعتها بروح حقي وحق صالح وحقك أنت كمان. شو؟ ليك يا أمين، معك يومين بس، أقسم بالله إذا رح تلعب معي ما بتلوم إلا نفسك، علي وعلى أعدائي. خير خير خيي صابر، مين اللي عمل فيك هيك؟ ما تقلي بي اللي ضربك. لا لا لا، مش بيك. لك يلا مين؟ مش هون المشكلة صابر. شو المشكلة؟ قلي. بيك كتير معصب وكان عم يضرب مرتك. شو عم تحكي؟ ايه، وعشوي كان رح يقوصها براسها. شو عم تقول صابر؟ ايه، وانا جيت قلك حتى ما يعمل لها شي خيي. ماشي ماشي خيي، ماشي ماشي خيي. يخرب بيتك شو هالبخل! معقول؟ معقول جاي يقول لي بحبك قبل ما يموت؟ قال حمار جحش. شو بدك؟ جاي اطمن عليك. انا كثير منيحه، باحسن حالاتي، قلبي رح يطير من الفرح. منيح هيك؟ ايه تمام. ايه يلا يلا قومي، اليوم ما بدي اشوف حدا، ضايق خلقي. يلا قومي من وشي، قومي. ايه ما يلا 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 يلا. يخرب بيتك شو هالبغل يا جحش يا عمار، يا معطرة يا انتصار. بس هيك بدك تطلب مصاري من الباشا؟ عندي حل تاني، بدي اجيب بذور للأرض. بس الباشا بدي ياخذ منك فايدة كبيرة. بعرف بعرف، بس شو الحل يا بربر؟ لحظة تجيب هالمشط، أنا عندي حل. شو هو؟ في واحد بيعطينا فايدة أقل بكتير. مين هيدا الزلمة؟ إيدي بزنارك يا بربر. موجود موجود، بس لا مين شايف ولا مين داري. هون حفرنا وهون طمينا. عفيك انت حبيبي، بدي شربك شاي. صبحي اديب اديب، ميل ميل. شو بيه هيدا؟ قولك بعده بمكتبه؟ يا عمي مين قولك اللي سرق هالوراق؟ شو بعرفني نزع، شو بعرفني؟ يعني يا عبد الله هني وراء مهمين؟ لك أكيد مهمين، بروح علي كل شيء في إله مصاري مع العالم. الله يستر. لندى وين رحتي؟ ولا مطرح، كنت برا. آه والله برا؟ إيه برا. والله حسي إنه إلك علاقة بهالقصة. أنا؟ عم تحكي معي؟ نزهة، سكتي. سكتت يا عبد الله. وينه بي؟ وينه؟ عمي وين بيي؟ شو في صالح؟ وين بيي؟ جوا؟ ما بعرف. لك روق روق روق. وين بيي؟ وين؟ في افهم ليش مديت ايدك عمرتي؟ والله عشنا وشفناك مقصر يا صالح افندي. بيي ليش عم تضرب مرتي؟ ليش؟ بس
صالح صالح روق سعدي بالرحمن. عمي ما بدي روق، بدي افهمه هلا. لانه حراميه. حراميه؟ شو هالحكي؟ ايه وانت متفق معها، قاعد لي بيتك على اساس ما عندك خبر، وهي بتجي لهم تسرق الاوراق وبتغبوهم. انت شو عم تحكي بيي؟ هيدا الحكي مش مزبوط. مزبوط ومليون مزبوط. ولك شو مفكرني هبيله؟ ولك انا الباشا ولا انا الباشا؟ ولعلمك الاوراق بدهم يرجعوا، والليله ولا اقسم بالله بردك بمجزره بقتلكم كلكم. تعرف شغله بيي، وحيد طلع معه حق بكل شيء قالوا عنك. ولك تضرب انت وحيد ولا كلاب؟ برا ولا برا؟ طا حيوان. انا بورجيكم. ندى انت سرقتي شيء؟ عم بسألك سرقتي؟ اسمعيني منيح، بهيدا البيت ما بقى لك قعدة، يا بتروحي معي هلأ يا كل شي بيناتنا بيكون انتهى. شو قلتي ندى؟ ندى انت طالق، لك صالح صالح ضحكوا لهالكون، ضحكوا من اليوم ورايح رح تشوفوا باشا تاني بعمركم ما شفتوه. كلها حبيبتي كلها تغزة. هلا الولد يكبر. كلها حبيبتي كلها. اسماعيل قوم نقبل جهاز الحنطور، وانت يلا على غرفتك. شو بقى عم تطلع فيها هيك ولا ايه؟ شو نسيت اني صرت الباشا؟ بأمرك يا باشا. ما بدي طخك شي رصاصة واخلص منك. بأمرك. شو الرزق سايب؟ يا باشا ليه عم تمد ايدك وليه؟ ليه انا بفرجيك؟ خيي الله يخليك تركو، بوس ايدك تركو. خيي بوس ايدك تركو. معلش حبيبي، خيي عقلته هيك، بكره بيوعى. ليش هيك عم تطلع فيي اسماعيل؟ والله أنا شو خصني، بيتقطع قلبي بس شوفه عم يعمل فيك هيك. بحبك. هات عمك خي اسماعيل، هات. انت تعبان من قتلة اليوم. ما بدي. لك هات عمك. أخي قلت لك ما بدي. أخ بس منك. وهي جواز بنت الباشا يا إسماعيل، وهي حبل بولدك التاني كمان، ما في شي تغير. وحياتك يا عبد الله كل شي رح يتغير ومثل ما أنا بدي. شو يا صهر البيت؟ مور يا باشا فريد. طيبين هالعلفات، عم تتغدى منيح ما هيك؟ ولا عم تنفر بوجهي؟ اسماعيل تعال هون. ولا عم تمد ايدك ولا؟ ولا عم تتطول علي ولا؟ عم تطول على وليه عم تتطول على سيادتك؟ وليه بدي اسلخ جلدك عن عظمك؟ وها؟
ويا بدك ضلك مربوط اليوم كل الليل كل الليل هون. فريد خي الله يخليك وقف يا باشا. ايش عليك يا كلب؟ يقوم يعمل شي بحاله. اه يا زلمة لا شو بك؟ هذا المعلم قديم ولو؟ ايه معك حق. بس لوين راح؟ شو عرفتي؟ شو في معلم؟ بك شي؟ قلنا معلم قلنا خلص أنا حياتي خلصت خلص ما بقى بدي أعيش. ليه شو صار معلم؟ اللي صار كبير كبير. يا ريت قوصني الباشا وما سمعت هالحكي. حكي شو معلم؟ حكي مثل السم فات على قلبي. سكين سكين بنص قلبي سكين غدر. يا ريت من ورا ظهري لا من قدام قدام وجهي. خلص انا ما بقى بدي اعيش. قوموا جيبوا لي حبلي لهون. ليش الحبلة معلم؟ بدي انتحر بدي اشنق حالي. ولا عبالكم قوموا جيبوا لي حبلي يلا ولا يلا. مين بده يكون؟ ما بعرف. وحيد. ما تخاف. على خي. خير. شو بك؟ بدي احكي معك كلمتين خيي. يلا فوت. شوكت عملينا فنجان قهوة الله يخليكي. بوز ايدك معلم مليها. معلم انت الكبير. كرمال الله لا معلم. خلص. انا حياتي خلص. خلص. تبعوا على حالكم يا ولاد. شو انت بقى على حالي؟ كيف بدي اعيش انا بلاك معلمي؟ تعيش تعيش. ما انت مثل لبسان بسبعة ارواح. خليل مرني معلم. دير بالك على هالجحش. حاضر معلم بعيوني. لك انا مين عم بوصي؟ والتانيين تكون اشحش من بعض. بس وصيتي الكم محل لكم اثنيناتكم. كراسي لحبيب طاولات لخليل. بس كرمال ما تتخانقوا. وهم وصية حياتكم ما تحبوا مرة. حياتكم مفهوم مفهوم. استروا ما شفتوا مني. شوفكم بجهنم ان شاء الله. لا معلم لا 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 معلم لا معلم كتر خير الله. شفت يا معلم شفت الله ما بده اياك تموت. لا مش هيك القصة. انا انتو حمير ولا جايبين لي حبل مهدرية تضربوا شبال. انا خلص مكتوب علي موت على ايدين الباشا. ما الي غير الباشا. كل هيدا صار؟ ايه وقال شو؟ مخطط انا ومرتي انه نسرق الاوراق. اي اوراق؟ ما بعرف، اوراق مستندات واراضي هيك حسب ما فهمت من صابر. وطلعت ندى. شو؟
طيب انا رح فوت لجوا اذا بدك شيء. هات نشوف شو صار. روق خي روق، بيك وبتعرفه، ما بهمه حدا الا حاله. والله يا خي طلع معك حق بكل شيء قلته. انسى هلا، مهم مرتك. خلص هي قررت شو بدها وانا ما في ضل هيك. طيب خيي امين عم تشوفه؟ امين عم يطلع عندي بين وقت والتاني. لا والله غريب، ما عم يجي لعندي. ليه عم بطل هم؟ كل شيء عم بصير لصالحي. ايه المهم هلا جاهز حالي للعرس. الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، لك رح من خوف ويأسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق،